وجه المرشح الجمهوري دونالد ترامب اتهامات لمنافسته الديمقراطية كامالا هاريس واتهمها باستخدام العرقية كوسيلة سياسية. من جهتها أطلقت هاريس حملة إعلانية قيمتها 50 مليون دولار مستغلة الزخم الذي تكتسبه حملتها الناشئة في مواجهة ترامب. تصريحات شخصية أظهرت خلافاً واضحاً بين المرشح الجمهوري دونالد ترامب ومنافسته كاميلا هاريس حتى قبل أن تسمى رسمياً مرشحة للحزب. في أحدث سلسلة من الهجمات الشخصية المتزايدة التي يشنها ترامب على هاريس، تساءل المرشح الرئاسي الجمهوري ما إذا كانت منافسته الديمقراطية من أصل جنوب أسيوي أم أنها تستخدم العرق كوسيلة سياسية، متهماً إياها بمعاداة السامية. فجاء الرد سريع من البيت الأبيض الذي رد على تعليقات ترامب ووصفها بالمهينة. منذ إطلاق حملتها الانتخابية للبيت الأبيض، واجهت هاريس وابلاً من الهجمات العنصرية عبر الإنترنت، وشككت بعض الحسابات اليمينية في هويتها العرقية، إلا أن زعماء الحزب الجمهوري المشرعين حثوا على الامتناع عن الهجمات الشخصية والتركيز على مواقفها السياسية. أما هاريس فمنذ إعلان ترشحها للرئاسة فقد ركزت على إدانة ترامب الجنائية. هاريس أطلقت حملة إعلانية بقيمة 50 مليون دولار مستغلة الزخم الذي تكتسبه حملتها الناشئة في مواجهة ترامب في أول حملة إعلانات كبيرة مدفوعة لها منذ دعمها للترشح للرئاسة عن الحزب الديمقراطي. وإلى جانب حصولها على دعم مالي كبير من مانحين أثرياء، فقد نجحت هاريس في إنعاش حماس فئات مهمة من الناخبين مثل الشباب الذين واجه بايدن صعوبة في كسب تأييدهم. ورغم أن استطلاعات الرأي أظهرت أن هاريس تمكنت من تقليل الفارق في نسب التأييد بينها وبين ترامب، إلا أنه لا يزال متقدما عليها في بعض الاستطلاعات الوطنية.